مركز هذايا اللي نورمالمون كان موجود، كان فما موجود، انت تقول لي انه فما مركز للحرس كان موجود ولكن قايل للسقوط، تم تحويله الى منزل نور، واليوم تم احداث المركز هذا في بلاصه مقر التجمع السابق. هكا ولا هكا؟ هي جمال الطبيعه، فيها منطقه الامن الوطني وفيها مراكز شرطه، زوج مراكز، وفيها زاد مركز الحرس الوطني وفيها مركز حرس المرور. بالنسبه لمركز الحرس الوطني هو متواجد من عنده سنوات. الشيء اللي صار انه المقر نتاعه ولا متاعي للسقوط، مما معناتها تجبرنا انه معناتها يلزم يقف خلاؤه، وتحول مركز الحرس الوطني بجمال ظرفيا الى مقر مركز منزل نور. وبالطبيعه احنا معناتها بالنسبه لجمال مدار في مدينه كبيره والاطراف نتاعها ومحيطاتها كبيره، حق ياسر تدخلات من طرف السلطات الامنيه سواء كان شرطه او حرس. إذا خدمنا احنا تعاوننا الناس الكل باش نوفروا لهم مقر ولو بصفه وقتيه، انه معناتها باش يرجعوا جمال. وبالطبيعه تضافرت الجو الكل، وثم مقر في وسط البلاد كان معناتها هو اصله ملك بلدي جمال وقاع يخالطوا للتجمع. وبالطبيعه معناتها توا معناتها احنا تضافرت جهود الناس الكل من السلطات الجهويه ومحليه، ووفرنا لهم وحطينا على ذمتهم المقر هذايا، وقاع معناتها وخط فيه بعض الاصلاحات. كل يوم معناتها الحمد لله معناتها قاعد تشينو في حضور معناتها السيد مدير الاقليم والاطارات النقابيه وكل الممثلين معناتها الواحد الاطارات الامنيه خاصه الحرس الوطني والسيد معتمد. وان شاء الله معناتها يكون هذا معناتها طالع خير، وان شاء الله فما برنامج اخر احنا باش نوفروا قطعه ارض لبناء منطقه الحرس الوطني في جمال. ان شاء الله في القريب العاجل معناتها نوفرها. سي الحبيب، انت حكيت على تضافر المجهودات من جميع من الاطراف، كنت سمينا الاطراف هذو مشكون؟ والله الاطراف نبدا بالبلديه صح ولا المعتمديه، السلطات الجهويه، السيد الوالي معناتها كان معناتها عاوننا، وبالطبيعه ما ننساش السلطات الامنيه في حد ذاتها، اطارات الحرس الوطني معناتها هما اللي معناتها حرسوا معنا، وهما اللي زاد اللي خطر احنا المقر هذايا وقعت فيه برشا اصلاحات، اصلاحات هذه بالطبيعه مش معناها وفي ظرف وجيز جدا. ولذلك قداش الظرف؟ نعم الوقت قداش؟ حوالي شهرين. شهرين اي شهرين على الاقل. ضافت معناتها الجهود الكل، وفما زاد عديد معناتها مكونات المجتمع المدني واصحاب ورجال الاعمال اللي يعاونونا باش نهيئوا المقر هذايا معناتها باش تنطلق العمل فيه. المهم المركز هذايا اليوم باش نقربوا الخدمه للمواطن، بالطبيعة ما يجيش مواطن جمالي يمشي يتحول معناتها عديد الكيلومترات باش يعمل تحت تعريف، ولا حتى كيف معناتها الحرس الوطني باش يدخل معناتها في حالات طارئة ولا حاجة، مش شيء من بعيد، مش حاجة مش معقولة. ولذا معناتها إرضائنا أنه بصفة استعجالية معناتها يلزم توفير مقر. يعطيك الصحة سي الحبيب الميلي رئيس بلدية جمال. دونك أهالي جمال اللي قاعدين تسمعوا فينا، مركز الحرس اليوم موجود في جمال وهوكا قريب ليكم، مش كما كان في منزل نور. يعطيك الصحة سي الحبيب على المداخلة. زوم 73 ما زلت متواصلة معكم حتى النصف النهار. اسمع نجمة اف ام في سوسة على 95.9.